اولا بنرحب بحضراتكم، شرفتونا ونورتونا النهارده، ووجودكم معانا النهارده مهم علشان خاطر نبدا نعرفكم ايه اللي موجود معانا في المعرض النهارده، لان المعرض ده من المعارض المهمه اللي جت في وقت مناسب جدا، لان النقابه العامه كانت حريصه وبرعايه معالي النقيب سامي عاشور وبرده الاستاذ حسن امين نقيب جنوب القاهره، اتفقنا على اننا نعمل معرض. المعرض ده هيكون حدث مهم علشان خاطر احنا يهمنا المنظر العام والشكل الخارجي للسيد الاستاذ المحامي والزميله المحاميه، ففكرنا ان الايمج بتاعتهم تعتبر جزء من عملنا، فعشان كده احنا وفرنا اكبر قدر ممكن من العارضين ومن المنتجات اللي موجوده. والنهارده المعرض بيضم ارقام مهمه يعتبر بيحتاجها المحامي في عمله يوميا. عندنا ركن مهم جدا وهو ركن البدل الجاهزه والبليزرات، ده يعتبر من اهم الاركان، وعندنا ثلاثه من العارضين المهمين، عندنا شركه رائف جروب، وعندنا شركه ازياء لندن، وشركه جراند مان، دول موجودين في قلب المعرض. وعندنا خصم من شركه تيت ليموند للملابس، دي من المعرض بتاعهم اللي موجود في حدائق القبه في معرض المخابرات في نادي الوفاء، بيقدم 35% على جميع المنتجات الغير ساده، يعني البدله اي بدله او قميص غير ساده 35%، لكن القميص الساده والبدله الساده 20%. كل ما عليك ان حضرتك بتروح النادي هناك وبتقول لهم انا محامي، بيطلع لهم الكارنيه هيدي لك نسبه الخصم على طول من غير ما هيتكلم معاك في اي حاجه. عندنا ركن مهم تاني هو ركن الشربجي للملابس القطنيه وملابس الاسره، ويعتبر من اهم الاركان لان ده مختص بكل ما هو قطن، سواء كان مفروشات او ملابس داخليه او ملابس خارجيه للاسره منزليه، ويعتبر شركه شربجي شركه قطاع اعمال عام ومن الشركات الرائدة في هذه الصناعة، ومقدمة عروض جامدة جدا مش موجودة في المعارض الخارجية بتاعتها، لأن المعرض له خصم خاص ما هوش موجود في أي مكان. بعد وعندنا شركة ليلي جروب، دي شركة بتقدم الإكسسوارات اللي تخص السيد الأستاذ المحامي. الشركة دي بتقدم منتجات جلدية مثل الشنط والأدوات الدبابيس بتاعت الأستاذ المحامين، وعندنا ركن فيها برضو مكياج وفيها عطور، عندنا شغل صدف، كل ده في ركن الاكسسوارات. عندنا ركن الأحذية، ويعتبر من أهم الأركان اللي موجودة برضو في المعرض، لأنها فيها تنوع جميل جدا من الأحذية، سواء الجلد الطبيعي أو الجلد الصناعي. وكذلك الكوتشيات موجودة برضو عندنا، لحيث ان المحامي يقدر هو واسرته يستخدموا اللي هم عايزينه. عندنا شركة من الشركات المهمة اسمها شركة وينر للملابس الجاهزة، ده بتتكلم عن الملابس الكاجوال للأسرة بالكامل، سواء الرجل او سيدة او اطفال، دي البنطلون الجنسي والجواكت وما يخص الأسرة كلها بالكامل كلبس خروج. وعندنا منتجات وزارة الزراعة، تعتبر من الاركان المهمه اللي ما شاء الله يعني اللهم لا حسد يعني بايع كويس جدا لغايه الان، لانها فيها انواع متخصصه كتيره جدا من العسل، المخللات، كل ما يخص الاسره. شركه ادفينا وشركه اها برضو موجود، وعصاير طبيعيه بس ليها في المعلبات. عندنا شركه صيدا للبسكوت والشوكولاته، دي فيها انواع متخصصه او مختلفه من البسكوت وفيها شوكولاته، وكلها باسعار وخصومات مش موجوده غير في المعرض. ويعتبر كل اللي موجود في المعرض هنا كله بلا استثناء خصومات غير متوافره بره، ونسبه الخصم دي نسبه حقيقيه، لان العارض قدم عرض اسعار وعرض الاسعار اترفض في اول مره، قدموا عرض اسعار تاني، النقابه عدلته، وفي الاخر العرض الاخير النقابه هي كملت عليه وختمته، وبقى دلوقتي هو العقد اللي ما بيننا وما بين العارض، وبناء عليه الاسعار ديت تعتبر من تحت عبايه النقابه، ومفيش اي عارض يقدر يخلف الاسعار دي باي شكل من الاشكال. كما عهدنا في نقابة المحامين أنها دائما بتهتم بأبنائها تثقيفيا وشكليا، زي ما احنا بنهتم في القانون بالشكل قبل الموضوع، لأن الدعوة قبل ما تبقى مقبولة موضوعا لابد أن تقبل شكلا، هذا ينطبق على المحامي، لابد أن يكون مقبول شكلا. ودي طبعا اللي بيتم ده النهارده بوجود معرض بالاذواق الراقيه والالوان الجميله للمحامين في مكان عملهم، ده عمل جميل وجليل، لانه ده بيساعد المحامي انه يظهر بالمظهر اللائق في المحاكم وفي اداء عمله وفي مقابلته حتى للجمهور.
يظهر بمظهر لائق. المعرض في حد ذاته فكرة جميلة، فكرة جميلة بالنسبة للمحامين، سواء لأن دلوقتي النادي بيعتبر ملتقى المحامين في جمهورية مصر العربية، كل اللي جاي يسدد اشتراكاته، اللي جاي يجدد قيده، وجاي بيجي ايه بيمر على نادي المحامين، وده مرآة وواجهة مشرفة للنقابة. وانا شايف ان اصلا بالنسبة للبدل الاسعار في متناول الجميع، يعني من بدء يعني، وشفت انا جواكت حلوة 250 450 بلاطي ب 500، الاسعار افضل بكتير بكتير بكتير. انا شايف ان هو حاجة كويسة بالنسبة للمحامين، انه يعني بيقرب لطبقات معينة او ناس ظروفهم معينة، كل حاجة موجودة بفضل الله، بدل كرافتات، يعني كل اللي يحتاجه المحامي موجود، حتى اسرته، واسعاره في متناول الجميع، وشيء جميل يا رب النقابه تستمر عليه على طول، حاجه بتساعدنا بيها في ظل الغلاء اللي احنا عايشين فيه ده. معرض رائع، في تنوع، في وفي تنوع في الاسعار، في بدل راقيه جدا، في البلطو راقي جدا، في مقاسات تناسب كل الاحجام، في موديلات تناسب كل الاعمار. طبعا في تنوع، يعني المحامي يجي يلاقي معظم البدل المتاحه، ومن اكسسوارات ومواد غذائيه، فطبعا حاجات تخدم المحامي من جميع الجوانب. يعني كانت المعارض زمان هي متنفس المحامي في انه يجد اسعار لطيفه، خاصه ان دايما اللي بينظم المعرض بيحاول يجيب ارخص سعر المحامين، وده نجح فيه جدا حسام في انه يجيب فعلا سعر كويس جدا، خاصه الاسعار بره ارتفعت ارتفاع موحش. انا النهارده دخلت فعلا اشتريت حاجات انا كنت شاريها بحوالي 700 جنيه، لتب هنا بحوالي 275 جنيه، وده معناه ان الخصم اكبر من 50%، ده لطيف جدا.